فاش فقت البنات جيت ديريكت الكوزينه، بغيت ندير اتاي اليوم حيت اليوم هذا الربع ما خداماش، وجاني بزاف ديال التعليق على البطبوط، قالوا لي البطبوط راه ما طايبش. هذا زعتر البنات ندير ليه الزعتر، البطبوط ما طايبش البنات. انا علاش ندير ليه بحال هكا؟ حيت غادي نسخنو غادي يعاود يتحمر، داكشي علاش. ما تبغوا شفتوا فطوركم ولا مازال؟ أما نوضو شفتوا فطوركم، نوضو يا الكريدات. ما نساوش الكولاجين ديالنا نشربوه قبل يا البنات. الكولاجين خاصو يكون ماغان ديال يعني البحر، وفيه الفيتامين سي، ماشي بالضبط هاد لاماخ اللي شارية أنايا، حيت ما نقدرش نوريها لكم، حيت تيك توك غادي يحيد لي الفيديو، داكشي علاش ما نقدرش نوري لكم. أمشيو أي فارماسي باغا فارماسي، هذا تيكون شوية ماشي مر، مي بحال التراب، حيت هادشي ديال التراب، أنا عارفة علاش هكا كتير. داكشي علاش تنخلطو ديما مع عصير الليمون، إلا كان حلو خلطو غير بالما، نتوما إلا قديتو تشربو هكا تشربو. اليوم بغيت البطبوط بزيت العود، أول حاجة هانتوما شوية ما حرقتها، لي مقابلكم غادي تسطى، هادي تسطى معاكم لي مقابلها تخليكم هانتوما. داكشي علاش تنخليها متنطيبهاش مزيان، حيت قالو ليك البطبوط باقي عجينة، البطبوط باقي ما طايب، البطبوط البطبوط لا ياكل ليا البطبوط داك النهار، قاع ما كليتو باقي، راه درتوها في كونجيلاتو. هذا هو على البطبوطه، راه حرقته كاع بالجبده، نقبو. عندي الزيت هنايا غادي نعمرو بالزيت ديال البلاد، هذه راه الزيت الوالده. ها انتم ها هكا اللي غادي ناكل هذه البطبوطه هذا النهار. يلا بصحتكم وحقكم الجنه البنات، غادي ندير باقي واحد شويه السكر. متى تجي للبيت مع الصباح تخلي ولدك ناعس في الفوق، ومين تدخلي مع الصباح تلقاه ناعس في التحت، قولوا لي اش غادي ندير مع هاد 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 الولد. ها انتم ها لا ريا واكوك على هاد الولد، غادي يقتلني هو وبا غادي يقتلوني. فتصدمت فاش دخلت للبيت، قلت واش باقي ناعس هو لا تيفيق تبارك الله عليه بكري، حيت هو ما تيقراش نهار الاربعاء. اوا المهم كان في الصالون، فاش دخلت للبيت تصدمت قلت اوا علاش هذا الشيء. اوا نعستو في الفوق البارح، يعني نعستو في بلاصتو، ومع الصباح لقيتو ناعس في التحت. اوا فاش جيت سولتو قلت علاش ولدي ناعس في التحت، لا قال لي لا ماما والله العظيم الا نعسها في الارض زوينه. اوا قلت له مزيان ولدي الا بغيتي تنعس في الارض، وعلى سعدي وعدي ها وانا دابا تنخمل عاوتاني في البيت غادي نجمعها. لقيت شحال من حاجه، لقيت لها نوريكم البيت مسخه. واش غادي نقول لكم الحمد لله، وصافي قلت بلاتي نجمعها ونخملها نيت شويه، نخملها اللي سمعت التخمل يقول هنا نبات. المهم غنحط لكم جوج ثانيه البنات، واش وجدتوا الغداء ديالكم؟ فطرتوا؟ اللي خدام اللي يعاونوا، انا راه ما درت لا غدا لا حتى حاجه، وما غاديش نبارطاجي معكم اليوم الغداء، حيت اصلا عندي باقي الغداء ديال البارح اللي درت دجاجه في الميكا اللي درتها في الميكرو اوند، وعندي بيتي بوا كاروت ما كليناش البارح بصراحه. قال متى تشوفي راجلك مريض ولا شي واحد من العائله ما تناكلش، والله طلبوا لي غير بالشفاء ليه يا ربي اللي يشافيه. الحمد لله على كل شيء. صافي البنات فاش صافي انا فاش فطرت كما حطيت لكم الفيديو ديال الفطور، حتى هو صافي انا قلت بلاتي ندخل لهاد البيت نقادها، حيت جاتني صدمه قويه هاد النهار. وهاد الكتكوت ها تداخل عليا وخارج عليا، حيت تشوف ولدي دابا مشى للسبور يدير الرياضه وما تتبغيش. يلا ما تنساونيش واحد الحركات ليكسبور الكبيده. المصيبه فاش تندخل لهاد البيت ديال ولدي ما تنقدش باقي نخرج منها، تنكون غارقه في الشغل فيها. جيت لهاد البلاصه فين تيلعب، لقيت فيها الشكلاط اللي لاصق فوق هذاك الليمب، لقيت فيها لي بونبون، وهذا زوين هاد لو ليفغ البنات، واعر واعر للدراري الصغار. شريناه ليه هذه تقريبا شي عامين تقريبا، وزوين البنات فاش فاش ما تيلقى ما يدير تيجبدو وتيبدا يقرا فيه، زوين 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 البنات. صافي البنات هنا درت داك البرودوي اللي شريت الاكسيون زوين، حتى هاد البرودوي العود البلاستيك الجاج كل شيء البنات. صافي حيدت هذاك لابوسيير ديك بي اس 5، حيت لابوسيير في كل شيء في لي موب، لقيت هنايا واحد كوكا محطوطه نيت فيه باقي مسدوده البنات، ما عرفتش كدير في هذا الصاك. ولقيت الحوايج مورا
مورا داك فين نعلقوا الحوايج مسخين مخشيهم تما. واش غادي نقول لكم، الله يهدي الدراري الصغار. واخا بقيت بداي تهضري ليل ونهار والو، داكشي اللي فريوسهم. وجمعت هاد الطابيه فاش دوزت لاسبيغاتور فيها، غادي نخرجها لقدام الباب وغادي ندوز لاسبيغاتور. شتو الزباله في الارض، تا التيكيتات ديال الحوايج اللي شريت لي شي، باقي عنده الحوايج بالتيكيتات، ما تيبغيش يلبس لي الحوايج البنات. عنده عزيز عنده السبور، ما عرفتش علاش، ولكن انا تنبززهم ليه باش يلبسهم. وفاش تنجبد الحوايج ما تنعرف كاع واش فيهم التيكيتات، تا يبدا يلبس يقول لي ماما شوف هذه لاصقه راه حيدتها ما حيدتها. هو فاش تيحيدها تيحطها غير فوق داك لي موبل، انا اللي لحتهم في الارض. صافي، هادشي اللي كان الكبيدات ديالي. اللي عجبكم هاد الروتينات خليو واحد تشجيع من عندكم، شجعوني فضلا وليس امرا. الكبيدات ديالي صافي، فاش دوس لاسبيغاتو كلشي، ما دوس لا جفاف لا حتى حاجه، حيت اصلا الارض نقيه. صافي، جبت هذيك الطابيه رديت كل حاجه بلاصتها. دابا تشوفوا كيفاش النتيجه، وما تنسونيش من واحد الحركه ديال الاكسبلور. عندي 100 غرام ديال الزبده البنات اللي ذوبت، وعندي هنا جوج ديال ياغورت وشوكولا، ثلاثه البيضات. غادي نخلط كلشي هذا الخليط، انا ما غاديش نكثر سنيده حيت يا اخت راه ديال الشوكولاته فيه السكر، يعني شوكولا فيه سكر. غادي ندير جوج معالق ديال السنيده وندير واحد لافاني. غادي نخلطو مزيان البنات باش نزيدو الدقيق، ثلاثه المعالق ديال الدقيق. الا خاصنا باقي دقيق نزيدو. غادي نخلط، غادي نزيد باقي معلقه اخرى حيت البيض كان كبير. عندي هنايا بيبان ديال الشوكولا نوري عليكم هانتوما البنات. ساشيه ديال الخميره الحلويات، غادي نخلطها بالخميره. عشيت الفران ما شعلتوش، ناري هذه واقيلا صغيره. عندي نقيطه ديال الزيت غادي ندهن بها هاد الطاوه ولا هاد الكميله ديالنا ولا المول اللي بغيتي تسميوه سميوه. كلشي تيعرف هاد الطريقه ديال الدقيق باش ندهن، يعني باش نديرو المول ديالنا باش ما تلصقش لينا الحلوه ديالنا. الخليط ديالك كيف تيجي البنات، ما تيجيش جاري لا حتى حاجه. ها انتما دابا غادي نخلي الفراخ تيسخن وغادي ندخلها ليه. راجلي العزيز بدا تيوصي قبل ما يخرج، قال لك صيبي ليا الكيكه راه تشهى الكيكه بالشكلاط. اوا جينا صيبنا الكيكه خرجت ليا اونديكابي معوجه كامله، غير خليها على الله وصافي. فاش يشوفها غادي يقول لي اش هادشي. ولكن انا قلت بلاتي نغطيو العيب باش ما بقاش يبان مزيان. كيف تشوفوا دابا تيبان بانه كلشي عوجه مسكينه. صافي، هنا عندنا الشكلاط اللي ذوبت البنات، وتما عندي ايفيلي ديال اللوز. صافي، بقيت نصبغ وجهها بالشكلاط باش نغطيو العيب. تما معوج مسكينه معوقه داكشي علاش خرج ليها من الجنب، يعني عوجه وصافي. هادشي اللي غادي نقول لكم وصافي، ما ديوهاش عليا الله يعطيكم الخير. فاش صبغت ليها داك الوجه بالشكلاط صافي، غادي ندير لها داك الايفيلي ديال اللوز باش نغطيو غير العيب، باش ما يقول لي الراجل عاوتاني كيعوجه ولا عرفتوني الرجاله. صافي البنات، ها هي جات غزاله تبارك الله، وغادي ندوقها معكم. غادي نقول لكم بالصراحه تقال واش بنينه واش ثقيله ولا خفيفه، هادشي غادي نقول لكم بالصراحه تقال. ها هي كيف تجي، تتبان لي بعدا رطبه فاش هزيتها، رطبه. وبصراحه غادي نقول لكم تذوب في الفم، والله العظيم يا البنات الا تذوب بنينه 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 في هذيك البيبان ديال الشوكولا. يا سلام، ها هي كيف تجي يا البنات. بصحتكم وحقكم في الجنه، وسمحوا لي يا النساء اللي تتوحموا، وما تنسونيش واحد الكومونتير. كدير الماكله ديال السبيطار.
انا ما عرفتش علاش واحد النوع تيبغي يجرح خوه مسلم. الا جاتك الماكله ديالي ديال السبيطار ما بغيتش ندعي عليك، حيت المرض ديال راجلي ما نبغيه لحتى شي واحد، فهمتيني؟ انا اللي تنتعذب في بلاصه راجلي، حشومه. هادشي اللي نقول لك اختي، اللي تيجرح خو مسلم انا ما غاديش نسمح ليه لا في الدنيا لا في الاخره، حيت كاين واحد النوع عارفين بانه الراجل مريض، تنحاول نشوف شي وصفات اللي غادي يبغيو يبغيها راجلي ياكلها. انا ما تنديرش الماكله لراسي، انا تندير الماكله لذاك الانسان اللي مريض، فهمتيني؟ شتي اللي دخل لها التيك توك راه مريض، شتي اللي دخل لهاد السوشيال ميديا راه مسطي. عندي لا سوبر البنات ديال البارحه غادي نطحنها، واللي داها فهاد الناس غادي تسطى والله. ها ديروا الحلوه، ديروا الحلوه. فاش دخل قالك ما بقى بغا قريب طرطق ليا المره، نطحن هاد لا سوبر البنات. غادي نحيد غير داكشي اللي غادي يسخن البنات، وغادي نزيد ليها الماء السخون، حيت انا عارفه هاد القوم اللي عندي. الماء السخون ونشوف ولدي شنو غادي ياكل. الماء السخون، وهادو البنات على حساب ولدي درت هنايا كاين دجاج باني بولونيز بالفرماج من الداخل ديالو. البنات مشيت عند ولدي قلت له واش غادي تاكل لا سوب اليوم، قال لي با كوم هيير. قلت حماش لا سوب، هنا درت ليه البطاطا البنات باش نقيها ليه، وهنا كما قلت لكم عندي هذا الدجاج الباني بولونيز اي فرماج، وهنا لا سوب ديالي. درت شوية زيت البنات، هذا العشاء ديال ولدي، هذا ديال راجلي، وانا غادي بغيت ندير شي جوج بيضات. البزار ناري الكمون والملحة، يلا ها البنات ندورها على تقلب عليا ولا نلحها فوق راس راجلي. ويلي 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 عندي تخوا قلبتها. طيب العشاء يا البنات صافي، لحت نصو في الارض، هذا ديال ولدي قال لي ما بغيتش جوج من هادو بقى واحد. وجدت العشاء ديالي كيف تتشوفوا، غادي نحيد لا سوب لراجلي، او بيان سور حتى انا غادي ناكل لا سوب ديالي، ولكن تبارك الله جات بنينه. راه قلتها لكم البارح جات بنينه غير اليوم يعني طحنتها. وهنا جوج بيضات ديالي حتى هما غادي ناكلهم، انا تعجبني البيض وعمرت البراد ديال اتاي البنات اللي ما بارطاجيتش معكم، غادي نوريه لكم بيان سور. ها هو البراد ديال اتاي، واحد طرف الخبز كومبلي. صحتي وبصحتكم، لا تنساوش ليا واحد كومنت.